يعني مش انت. ما بعرف ليش تخيلت انه انا اللي بدي اقتلك. كنت عملتها مع الأزيوني اكثر منك. مع رشيد خطار مثلا؟ غيره وغيره. فشوف مين بده يقتلك حتى بعت لك مصطفى حرب. بتعرفي وين بيته لمصطفى حرب هيدا؟ بيته كان بيتنا بالضيعة. اشتراه من اهلي من 18 سنة. هو ساكن على طول بالضيعة؟ عائلته ساكنة فوق. حسب ما فهمت هو بيطلع وبينزل على بيروت. ومثل ما حسيت عليه انه زلمة مهذب. منه مجرم او قاتل مأجور. حسب ما علمتني الحياة الناس مخبية بتيابة. مثلك مثلا، مين بيقول ما بدي اسمع ولا كلمة زيادة. صار فيي فل؟ وعرف شي رشيد خطار بقصة اختي اللي خبرتك اياها؟ لا. يعني مش هو اللي بده يقتلني. ما بعرف. اللي بعرفه انه انا ما بدي اقتلك. وعدتني. شو؟ ما تقلي غيرت. بكره رح يبعتوا لي صورته لمصطفى حرب هيدا. رح صير اعرف مين هو. بدي فوتوكوبي. ليه؟ هيك. فإذا انطري للصبح. ولو بدل ما تقلي ببعت لك الصور على بيتك مع شوفير. الو مين؟ حضرة العقيد؟ شو بده؟ اكيد اكيد. شو مبين انخطف لونك؟ احترامي سيدنا. نعم نعم سيدنا. حاضر حاضر. شو يا قمر؟ صاروا ساعة. حسب بيج بان تبعي بعد. عمي كتر خير الست قمر، جاي تحاسبها على الوقت. استاذ صالح، الست قمر قالت ساعة يعني ساعة. أنا قلت إذا كانت عنده فعايره ساعة وبتدق الباب أو بتفتح إذا مع مفتاح. ما معها مفتاح، عادي نادية. أنا بفتح. قمر؟ شو؟ بدي ضل وراكي يا خسعة. نتواعد بالمكتب، تطلعي بالحبس ودعارة كمان ولكي فلك عين. حبيبتي حبيبتي. فوتي، كل اللي بتحبيهم ناطرينك هون. روقوا تنشوف عن مين بدها تروح أول شيء. أول شيء لازم طمن شادي. حرام. نرعب اللي صار قدامه. حبيبتي بالإذن ما رح طول. تفضلوا يا جماعة. وصلي على البيت. ما بعرف شو صار بالضبط بس شوفك بخبرك. اوكي. وانت من اهله؟ اشتقت لك. كمان كثير. اخ شغل بالي عليكي. حبيبي انت. تعال نطلع لعندهم عيب. بتعرفي هيدي قمر؟ قوية كثير. لولاها ما كنت طلعتي. إيه لولاية هالحلوة اللي واقفة قدامكم ما كنتوا شفتوها واقفة على إجريا. طلعتوها بلا جميلة بالمرة لميسم. اللي لازم تخبرنا شو صار معها. ما صار معي شيء.
وعم بتستري عنه لابن الحرام؟ القصة أكبر بكتير. شو صار بدنوت؟ ست قمر ممكن ما تغنجيها بليز؟ غرت يا حلو أنت؟ ميسن بغار علي من حالي قبل غيري، بس ما بدي إياكي تهرقيها، مفعول فيها هديها. تعي بنوتي تعي تعي قدي حدي. حبيبتي هيدي الإنسانة غالية على قلبي كتير، هيدي عشرة عمر. طبعا عمر 15 سنة بأوضة وحدة، مرة جربوا ينقلوني على زنزانة أفضل وأهم، قلت لهم باخد هالمخلوقة معي. أكيد قالوا في شي بيناتكم. يا ما قالوا يا أستاذ محمد، ما هيدا حبس نسوان. مرة قالوا إنه أمر جوزة لميسم. هي؟ ولو؟ ما عم نقلك هيدا حبس نسوان. كل ما يشوفوا اثنين قراب لبعض دغري بيتهمون باللي ببالكم منهم، لأنه ما عندهم مفهوم واضح أبداً عن صداقة، محبة، وفا. ما في معهم حق، ما فيك تلومهم لأنه الأكترية هيك. أمر قول يا حلو أنت. ليش هلقد بتحبيها؟ مظلومة. ميسم عبود أكتر إنسانة مظلومة بحياتها. يمكن بهالأوضة في كتار بيعرفوا شقف شقف عن حياتها، شقف كبيرة شقف صغيرة ما بهم، بس الوحيدة بهالأوضة اللي بتعرف قصتها كلها هي أنا. لما فاتت على الحبس يا هلا بالست. لا الهيئة أهلها ما معلمينا التهذيب بالمرة. شو بحياة عرضك؟ خلص خلص قلبنا من الحامض لاوي، صرت 100 مرة مفهمتهم ما بفوتوا لي نقيقة لهون. انت رخيتي لهم الحبل ست قمر، صار بدهم إعادة تأهيل ستنا بلا وجه. هني انت وياها، انت يا ست. أنا؟ لا أنا. إيه أنت؟ ليه ما في غيرك هون؟ قربي لأشوف. ليه؟ سلامتك، عم نعين مجاني اليوم. قربي لأشوف، تعي عرفينا عن حالك وخبريني شو مصيبتك العمياء. قالت لك الست عمر قربي يعني قربي. وقربت هي وخصمي نص عمره من الخوف. يا بي ليلتها كيف كان شكلك؟ اوف، كان محقق وجه لي التهمه وجاهيه. ليلتها عرفت انه الحبس رح يصير بيتي لحد ما يصدر الحكم، والحكم كان لبسها لبس مثل بنطلون الفيزو لازق بالجسم، يعني 25 سنه حبس. بتهمه شو؟ جريمه قتل أسعد مخلوف. مين أسعد مخلوف؟ أوهو قصة طويلة. إيه خبرينا إياها هلأ. إيه هلأ، ما هداك اليوم بلشت تخبريني ودقلك بيا لهيدي الشرعوبة جمال خير. رشيد عم بتلفلك؟ بعده مغروم فيي. شو؟ بعده مغروم فيكي؟ ليش هو أساساً كان مغروم فيكي قبل؟ شفت يا أستاذ، هيدا اللي لازم تغار منه مش مني أنا. من هلأ وطالع رح تتفاجأ كتير حبيبي. طيب ليش تهموك بقتل أسعد مخلوف؟ من أيمتك كان مغروم فيك رشيد؟ حتى الأستاذ ما بيعرف كل القصة؟ بعرف شقف كبيرة، بس في شقف أبدا ما بعرفها مثل غرام رشيد. أنا ما حبيت رشيد خطر. مين حبيتي لكن؟ حبيت عامر خير.
انغرمت فيه وهو غرم فيها. سامع الغنية شو عم بتقول؟ ما عم بسمع إلا عيونك شو عم بيقولوا. شو عم بيقولوا؟ عم بيقولوا ما تشبع منا. هيك عم بيقولوا؟ وعيونك شو عم بيقولوا؟ مش هيقتك عم تسمعي منيح. شو عم بيقولوا؟ عم بيقولوا بحبك بحبك بحبك. قلتلك مش عم تسمعي منيح. قلي انت. عم بيقولوا بموت فيكي بموت فيكي بموت فيكي. حكيك حلو بس بيخوفني. ليه؟ لكم وحده صرت قايل لها هذا الحكي؟ اوه كتار. ايه بس هي اول مره بقولهم بهالصدق. عن جد؟ عامر عيون عامر ما تكذب علي بشي، انا بنت ما بحب الكذب. انت بنت عندك اجمل عيون واطيب قلب. خلاص حكيت بخوفني. بحبك. تتجوزيني؟ وهيدي خالتي بهيجة اللي عندي اياها بالدنيا. انا كمان صار عندي اياها بالدنيا هلا. بيحكي حلو هالشاب. الله يديمك يا استاذ، خليك لاهلك. اهلي الله يرحمهم. تعيش؟ انا عايش لوحدي، ما عندي لا ام ولا بي ولا خالي حتى. الله يرحم جميع الموتى يا ابني. الحقيقه انا اليوم جاي لعندكم لحتى اقول لكم انه حبيت بنتكم وحابب اطلب ايدها. بنتي؟ وحضرت معاليك ان تركك تعمل اللي بدك اياه؟ مش على اساس كان مغروم فيكي؟ ولا مره رشيد تركني، بس بالنهايه شو كان بده يعمل؟ جرب وجرب وجرب بس ما طلع مني شيء. رشيد انسان عملي، بعرفه. قصدك انسان واطي استاذ. وطاوي عمليه. بحب ياكل عنب اكثر من اكل النطور. وطلعت له حصرمه. ميسم كانت الحصرمه. استاذ نديم ساكت. عم بسمع. بالنهايه ما عندي شيء اقوله عن ماضي ميسم. لما وصلت قصتنا انا وعامر للزواج كانت كل الشركة عرفت بخبرية غرامنا. بعت وراي رشيد. اجي. لا تطلع من تمي كلمة مبروك ما رح تطلع. وتقلكن الله يوفقكن ما رح بقولها. حرام عليك استاذ. نحن بالنهاية موظفين عندك ونعتبرك مثل بينا. إنه يا ريت بتبارك لنا حبنا وزواجنا وبتفرح لنا. بتفرح لنا من كل قلبك. إنه هالولد هيدا قادر يعيشك؟ معه يصرف عليك؟ أنا مش متطلبة كتير، بهمني اللقمة والسترة. مشدوبة، حمارة، غشيمة. أنت لازم تطلبي لبن العصفور. لازم تتستتي أجر على أجر وتوزعي أوامر وبس. جيبوا لي هيداك، خذوا هيدا. أنت بتقدري تكوني بلمحة بصر غنية، بفقشة إصبع. حتى أكون عشيقة؟ جسد طري عم بيقدم خدمات؟ لحد ما يخطر ويترهل وتخلص مدته وينكب. بالنتيجة كل الأجساد رح يجيها وقت وتخلص مدتها. يمكن تخلص مدتها لرجال عم بيأكل منها، مش لإنسان عم بيعيش منها. عرفت الإنسان اللي عم بيأكل منها، بس اللي عم بيعيش منها ما عرفته. الولد، الابن، البنت، جسم الأم ما ممكن تخلص مدته. أستاذ انت عندك بنت وبتعرف شو عم بحكي. اعتبرني مثل بنتك وبارك هيدا الزواج.
وإذا كتير مزعوج أنا بترك الشغل. وعيني وعيني. يا أهلا يا أهلا بأختي. أحي جوا لو بتشوفي يا تقبر قلبي ملكي ملكي مبيني بهالتوب يا حياتي. ونيسة الغوطة مش حاسة في عرس بهالبيت. كيف مش حاسة؟ لا مش حاسة. إيه ويها أنا أم العروس وأنا الفرحة. إيه إيه ويها ومن كتر فرحتي ما نمت ليلة امبارحة. إيه إيه ويها ومن كتر فرحتي للبست طرحة. زلغطت زلغطت للبنت المعترة اللي انغرمت وتجوزت واللي امها وبيها كمان معترين. افترضوا سعادة بنتهم وقالوا ايه للشاب اللي طلبها. ما بعرف اذا الايه كان بيقصدوا فيها لا، لانه بيي كان رافض هذا الزواج. ليش؟ ما بعرف. بوقتها ما كنت بعرف، بس هلا عرفت وعرفت كثير منيح. ميسا معبود صرت إلي، وإذا عينك شردت لبرا بقت لك. بعرف إنه رشيد خطار بحبك، وبعرف كمان إنه أنا بحبك وإنه أنت بتحبيني. شو هالحكي هيدا حياتي؟ إنه شردت عينك لبرا وصرت إلي؟ حبيبي أنت، أنا إلك وأنت إلي. رشيد خطار غير رشيد خطار، ما حدا بيعني لي شيء، لا امبارح ولا اليوم ولا بكره. نحن لبعض وانا بحبك، وعمول معروف هذا الحكي ما بدي اسمعه مره تانية. عنا حياه بدنا نعيشها سوا. بس حبيت ذكرك وذكر حالي انه انا من النوع اللي بيغار، وانت من النوع اللي قلبه طيب، واتنيناتنا بنشتغل عند رشيد خطار. فلا بدي غار ولا بدي انت تنجري ورا طيبة قلبك. ما تخاف حبيبي وغير لي هذا الحديث. ومرقت الايام الشغل كان منيح، تياب وموديلات، مثل كأنه نسي موضوع الحب والعلاقة. صار رشيد يهتم أكتر بالشغل لما أكون حده. أظهر أنا، يفوت عامر. يشتغلوا عادي، يوقعلوا عادي. كان يخبرني عامر لما يرجع على البيت إنه رشيد مغير. غريبة الإنسان. ليه؟ شعر تلاقيه بيضحك بوجه الواحد، شعر تلاقيه كأنه مركب شفرات. لازم نتعود عليه. حكيك عن الزودة؟ إلا هلا مش وقت يزيد القعدة. والله؟ أنا قال لي غير هيك. شو قال لي غيري؟ إنه وعدني بالزودة، قال إنه تصاميمي كتير حلوة. إنه ليش بده يزيد لك إلك وما يزيد لي إلي أو لبقية؟ ما بعرف حياتي. شو هاي الأم؟ عامر الله يخليك، إنه فكر بكل شيء إلا بهذا اللي عم فكر فيه هلا. عم فكر بالأكلات. أنا بتحب تزيديني ولا شو؟ حياتي أنت. صبيلي. طيبين. حبيته؟ صحتين. قلبك. هاتك مضرورة من أكلات أمك. إنه مرة على الطريق وهلا رح أقوم أعمل لك فنجان ببونش. عامر. هيئتي حبلي. حبلي؟ الابن اللي بدنا نفتش عليه؟ وما لقيتيه يا ميسم؟
اتركوا المرة تكفي قصتها. بفترة حبلي صممت أحلى تياب للحوامل، عجبوه كتير لرشيد. بغض النظر عن إنها مرتك يا عامر، بدي إياك تصرف له بدل مكافأة على شغلها. ميرسي أستاذ. قديش أستاذ؟ شهرين. شفت حبيبي؟ الولد بيجي وبتجي رزقته معه. هيدي على شطارتك ونباهتك. فساتين الحبل مشيوا كتير منيح. ميرسي أستاذ. بتريد شي ثاني أستاذ؟ لا بالإذن. شو متر؟ ما سمعت صوتك بكل هالقعدة. ولا أنا شفتك ريس. شو يعني ولا شفتني؟ شفت غير واحد، شفت غير رشيد خطار، شفت واحد اقتنع إنه ميسم عبود بطلت لقلو. الولد بيعمل العجيب، الولد بيغير الحبلة واللي بيشتهيها. يعني خلاص؟ خلاص. كيف عرفتي شو قالوا لبعضهم؟ ما تخافي مني بقى، فيك تسألي وليد صراف شو قلت له. شو قلت له؟ مصدقتي؟ قصدي لمستي هالشي؟ لمسته، صرت شوف فيه البي نوعا ما. طبعا ما بالنهاية هو بي، بي لبنت. بالمية بوجودك حبيبي. بحبك أنا كمان. بليلة عيد ميلادي ولد ابني، كان أغلى هدية بحياتي ابني زين. ليه عم تطلعوا فيي هيك؟ من أول لحظة صرتي على خالد وبكيتي على حالته ونمتي بأوضته وقفت قدام صورته، صرت تطلعي فيه بحنان. قلت بقلبي هيدي المرة عندها ابن وما عم تحكي. طيب وين ده ابنك؟ ببرميل السكلين. الله يقطع زبالة الناس والناس زبالة يا أستاذ. يا حلو أنت. زين كان كل شي بحياتي، ما عرفت اللي قلته لرشيد عن حقيقة الجسم اللي بده جسمي ليعيش حتى لو كان هالجسم خطير وترهل. هيدا الفرق بين رجال زوج ورجال ابن. ابني كان قمر، اسم على مسمى. ويا حليتها لتيتها انت، ويا وشني، ويا قبرني هالشوفة، يا قبرني حياتي انت، حياتي 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 ورجواتي ورزقاتي وعمري وكل شيء انت. يا قبرناك خليك رب يا رب يا رب الصليب حولك ويحميك ويحرسك. حبيبي 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 سي يا مامي سي سي يا بيبي سي. دخلك يا امي. يا حبيبي انه بيي ما اشتاق لحفيده؟ اكيد كامي بكون اشتاق له، بس ما بيك صار له جمعه صافي. دخليك ليه ما بتجوا بتقعدوا هون عندي؟ واحد انا بدير بالي عليكم، واثنين انت بتهتمي بزين لما يكون انا بالشغل. يا ريت. يا تسلميلي انا بتمنى. هلا بدك اياني انا اترك هون انزل عيش ببيروت؟
وعمين بتترك حفيدك يا عم يطلعوا هن لهون من بعده عن امه وبيو بيك شيك يا فوزي بدك ياني انا اترك البيت والارض ما حدا رح ياكل لك اياهم للبيت والارض لا نحن ما فيناش ناكل بلاهم الله يسعدني عليك والمصيبه انه اجا مين ياكلهم اياهم يقشطهم اياهم وياكلهم اياهم خلى بيي يموت محروق القلب عليهم بس لو ما بيك باع البيت ما كان قدر يعين لك محامي يدافع عنك ما انت هيك خبرتيني حبيبتي اذا دافع وحطوها 25 سنه حبس بتهمي ما لها خصه فيها وكيف لو مش دافع كانت راحت اعدام في موضوع لازم احكيك فيه عن اللي اشترى بيتنا بين شيء نعم نحكي بعدين ايه ونزلت امي على بيروت لحتى تهتم بزين وانا رجعت على الشغل الحمد لله على السلامه بدون عبطه ما لها معنى اشتقت لك الشركة كلها اشتقت لك أنا كمان شو هاي؟ ما خديها وافتحيها كتير حلو ميرسي كتير استاذ مع أنه ما بعرف منين اخترعتولي اسم زين بس اسم حلو زين دخلك حدا مسمى هالاسم قبل؟ ما بعرف بس عامر هو نقي عجبتك؟ كتير حلوة استاذ شو عم تعمل؟ استاذ عامر شوف الاستاذ شو جيب لزين وانت شو جبتي له؟ أنا شو جبت له؟ عم تسأليني؟ ما أنا اللي عم بسألك عيب عليك عامر عيب وعلى عينك يا تاجر غمر وتبويس هو غمرني أنا كنت عم بشكره على هدية الصبي ببوسة أبوية أبوية؟ إيه؟ ما شفت بنته بيا شفت غمرة واحد عاشق إذا بتريد وطي صوتك هلا الماما بتسمعنا تاني شي أنت بتعرف أنا لو كان بدي رشيد كنت هلا بكون معه مش معك فلو سمحت قفل على الموضوع أنت أدرى الناس إنه أنا هيك لرشيد لا يعني لا فبلا هالغير الغير مبررة مرحبا ست ماجدة شوفي من جبت لك معي جوزي عامر كيفك ست ماجدة؟ أنا بشتغل مع الأستاذ تعرفنا على بعضنا بالشركة وتجوزنا وجبنا ولد سميناه زين ليك بنتا شوف اسم الله شو حلوة اسم الله مثل القمر الله يخلي لك إياها يا رب أستاذ رشيد كنا عم نحكي عن الدموزيل هيدي جمال حبيبة قلب أمه وبيا وعلى فكرة جمال مش دموزيل جمال مدام الله يخلي لك إياها الله يخلي لكم إياها جمال كانت مجوزة؟ ما بدها هالقد استغراب بلا بدها انه طبيعي يكون عامر مجوز جمال بعد ما كان مجوزني انه بركة طلقك وتجوزها ما هيدا اللي صار طب وجوزها الاولاني لجمال طلقها كمان؟ اسمعوا القصة انت بتعرفيها كلها؟ طبعا انا بعرف كل شيء 15 سنة وانا عايشة هالقصة 15 سنة عيوني بتبكي دم لما تحكي وعيوني بتبكي دم لما تسمع كفي ميسم كفيلنا بدي أعرف شو صار طواشتني خبرية إنه جمال كانت مجوزة جمال درست تصميم الأزياء بباريس وعم بتمارس المهنة برافو لا ما تتحمس كتير بكرة لما بترجع بتصير الضارب عليك بالنهاية هي مؤسسة بيا قولك المؤسسة بتحمل اثنين؟ بتحمل ثلاثة وأربعة كمان ما بالأخير كل واحد عنده أسلوبه وأنت شو أسلوبك؟ ما حفظته بعد أستاذ؟ أنا حافظ كل شيء عندك ميسم عبدالله مدام خير ميسم خير أستاذ شو رأيك بأم زين؟ أحلى وأحلى أستاذ
ممكن أسألك سؤال؟ تفضلي. شو صار مع مدامتك بالضبط؟ أكيد خبروكي هون إنه أنا اللي كنت السبب، ما هيك؟ صح، هيدا اللي سمعته. يقولوا هن شو ما بدهم، بس الحقيقة إنه ماجدة عملت انفجار بالدماغ، خرسنة، شلة. مسكينة ماجدة. الموت أريح لها. عفوا أستاذ، بس إنه ليه بنتك ما بتجي بتقعد معه؟ ولا لأنه جوزها فرنساوي؟ لا، جوز بنتي منه فرنساوي، لبناني. ابن عرب ومكتر، بس شغله هونيك وماشي حاله ومقتدر. الله يخليهم بشبابهم. جمال بتزبط عليها، بس صهري أكبر مني بعد. الحب ما له عمر. بس أكيد جمال ما تجوزته عن حب. عن شو لكان؟ بنتي طميعة بتحب المال، جوزته على ماله. ما بتعرفي إنه من معه يعطى ويزاد، ومن ليس معه يؤخذ منه؟ إلي عم تقلي أستاذ؟ الله يوفقنا بالإذن. وبعدين؟ خلص تعبت اليوم. كفي ميسم كفي. عن جد تعبت نادية، شو بكي بعدني طالعة من التوقيف، لا نايمة لا محممة، ما في شيء. الساعة 2:30 الفجر؟ أخذنا الوقت مع خبريتك. أنا رح سرب. الحمد لله على السلامة، وإن شاء الله تكون خاتمة توقيفاتك. خلي لي إياك أستاذ محمد. شو أستاذ، فالين ولا باقي؟ هلا بعدين فل. طيب لازم كلنا نفل، خلينا نترك العشاء مع بعضهم، بيكونوا اشتاقوا لبعضهم. بكرة ضروري شوفك عندي بالمكتب، في أشياء كثيرة لازم نحكيها. عن جد ما بعرف شو بدي اقول لك. ما بتقولي شيء. الحمد لله على سلامتك، هذا اهم شيء. وهذا الضابط انا بعرف كيف ربيه. ممنونتك ست قمر. عبكره ناطرتك من كل بنت. على راسي. شو ست ناديه؟ ما بدك تسربي؟ يلا. ما اسالك ميسم، ما كنت كفيت الخبريه. معقول؟ خلص الحمد لله على سلامتك، تفضلي. تفضلي. انا اذنكم. الله معكم. خلص ارتاحي. مع السلامة. هل كان حياتي حبيبتي؟ ألو، شو كلام؟ من أيمتى؟ مين عارف؟ يلا أنا جاي انطرني. لوين؟ أنا في ليلة. قديش الساعة؟ 4:45. أوف. لوين في ليلة؟ شو عندك؟ مشغول شوي. شغل الساعة 4 الصبح. هلا بحكيك بالنهار، أوكي؟ I love you baby. كده يا حال. Thank you.
شو قلت امبارح انا؟ اخ شو بني؟ انه شو بده يكون بكي يعني؟ يا اما مضرورة يا اما حبلة. شو؟ هيدي الدهشة على وجهك يعني اكيد حبلة. تعي اشربي فنجان قهوة بتتروح عني. قهوة؟ انه ايه هيدي المي السخنة اللي بحطوا فيها بن وبفوروها على النار. يلا خدي فنجان. إذا من ريحة القهوة واستفرغنا يعني أكيد حبالة على الآخر. ليه حبيبتي؟ شو حضرتك رجال؟ ولا قطعتي السن؟ فيكي تحبلي بكل سهولة. أكيد مضرورة، أنا بعمر صعب أحبل. يا حبيبتي في نسوان أكبر منك بكتير عم يحبلوا. لا لا مستحيل. يا عمي ما في شيء مستحيل طالما الشمس شارقة. يا مرا عادي اعملي حساباتك وبعدين قولي إذا مستحيل ولا مش مستحيل. أو بتعرفي شو؟ قومي فزي على الفرمشية جيبي فحص الحبل، شي فحص حبل يعني، وشو ريحي راسك. وين نديم؟ ما بعرف. إجا التليفون قبل الضو وراح. لوين؟ ما بعرف لوين. ليش هو بيقول لوين رايح من وين جاي؟ ما معقول كمان هيك. هيدا اللي مخوفني اني اطلع حبلي من الرجال ما بعرف وين اراضي. ليكي قولك بس تتجوزي بتزبط الامور. اتجوزوا؟ وعندك شك انك رح تتجوزي؟ ما في ولد ببطنك منه. معقول؟ معقول شو؟ انك حبلي مرة تانية ولا انك تتجوزي مرة تانية؟ ليكي اول واحد سميناه زين، تاني شو بدنا نسميه؟ نادي انا خايفة. يا عمي من شو؟ ما بدي يكون حبلة. لا ولي في احلى منه الولد بعد هالعمر يا عمر. اللي بيسمعك بيقول ختيارتي وقطعتك كمان. ولي ما بعدك فرس وخيالك انا يا منعوني منعوني لك خجلتي انت كلك خجلتي عم تزكسكيني. لا افتكرت حالي عم درتك شي درس قانون. انا خلص انا بشربك خلص. طيب خلص ما قلتي لي بقي لمين؟ للولد ولا لنديم؟ للولد. ايه بكسر لك ايدك اذا بتحطي عليه. نديم بتطرحيه طفلي بس الولد اوعى لهالدرجه. ولد يا ماما ولد. بتعرفي شو يعني ولد؟ انت اللي بتعرفي. ولي هيدا اهم واحن وافضل من اتخن رجال. لا يا بلي رجال ولك تفح على شواربهم الا كم واحد عربيهم على جنب والباقي كله زباله. ماما زباله احاطت زباله. انت لو حبيتي حدا بحياتك ما كنت عم تقولي هيك. هلا شو يا حلو؟ قمر ما كان في رجال بحياتها؟ افتحي كتاب جينيس وشوفي كم رجال مارعة قمر. ولما كله متل بعضه فالسو بياخدوكي لحمة وبيرموكي عظمة. طيب ولا واحد من هالجينيس نقش وحبلتي منه وجبتي منه ولد؟ حبلت وكان عندي ولدين من زواج عتيق. وين هني؟ ماتوا بالحرب. ليه ما خبرتيني عنهم؟ انه لو تركتي لي مجال نحن بالحبس ما قضيناها بسيرتك ومصيبتك. كيف ماتوا؟ بيهم اللي الله يغمق له. كنت بهديك الايام اشتغل بالبيوت وصيته فيهم قلت له انتبه لهم ها اوعى تخليهم يطلعوا يلعبوا برا. لكن القصف كيف نازل مفجو غميق قال لي خلاص روحي انت تسهل. رحت على الشغل ولما رجعت وينو الاولاد نزلت قذيفه بالبوره مطرح ما كانوا سايبينه عم يلعبوا لانه بيهم كملها عنهم سافق سكره وتركهم راحوا.
شو عملتي بجوزك؟ دقيته كبه بالجرن وبعدين زتيته بالفرن. لا عن جد قمر، شو عملتي؟ شكيت على ليلى مليشيا الحي، قلت لهم جوزي جاسوس للمنطقة الثانية، وريس الحي كان ضارب عينه على صاحبتك. على السريع سحبه وصفيه، فرمه. معقول؟ إنه معقول أنا ما بعرف شي من الأخبار عنك؟ إنه شو رأيك نرجع ننحبس عن جديد، بس هالمرة أنا بخبرك قصتي كلها. طيب وبعدين؟ بعدين شو؟ يعني ما تتجوزتي؟ لا لأي بلي، ما زلني كنت أم لولدين وراحوا، يعني الله ما بده ياني كون أم. قال لي بتنقبري بتعيشي لحالك. زعلتيني؟ ولا يهمك ميسان، هيدي الحياة. مشان هيك عم قلك لازم الولد تخليه ببطنك، ولازم تحافظي عليه وتحافظي على التاني كمان، لأنه الله هيك بده. مثل ما الله بده إياك إنك تكوني حدي ومعي. تكون معك؟ إيه، لأنه بدي أقبعك من بيتك. كيف؟ ليه؟ لأنه بدك تشتغلي معي وبتعيشي معي لحد ما موت. شو لي؟ ما في بعيد الشر؟ لا ماما، قصدي بعتذر إنه بعيد الشر، بس إنه جد مش عم بفهم. اسمعيني منيح لفهم.